بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا مستمعينا الافاضل اينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحيه مع هذه الانطلاقات المتواصله والمتميزه، شوط يليه الاخر من انطلاقات الخير والبركه ضمن فعاليات وانطلاقات هذا السباق المحلي الرابع، وانطلاقه شوطنا الخامس المخصص للحقائق الابكار المسافه هي 3 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للمركز الأول لكي يتابع تحطيم على المركز الأول. عبد العزيز بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يقدم لنا تحطيم. انتقل للمركز الثاني. المركز الثاني تصل الديم وانطلاقة علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري يقدم لنا الديم على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن أتابع في هذه اللحظات اللي تسللت بدورها وانتقلت للصدارة، أتابع شواهين راشد بن علي بن شجاع ألف هيدا مع انطلاقة شواهين على الصدارة. المركز الرابع، المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الرابع كرارة وانطلاقة شعار سالم بن جابر بن علي بن فران المري يقدم لنا كرارة. المركز الخامس، المركز الخامس والوالة وانطلاقة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد يقدم لنا انطلاقة المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع. لكن العودة وين؟ العودة للصدارة للبداية لكي يتابع. تابع بن دلموك، بن دلموك يقدم لنا الديم، الديم على الصدارة على المركز الأول مع انطلاقة بن دلموك. المركز الثاني تحطيم مع انطلاقة المركز الثاني وانتصاف المسافة في هذه اللحظات. عبد العزيز بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يقدم لنا تحطيم. المركز الثالث يصل بن فاران، يصل بو جابر لكي يقدم لنا كرارة. سالم بن جابر بن فاران مع المركز الثالث. المركز الرابع رقم 51 أتابع في هذه اللحظات. المركز الرابع شقرة ناصر بن علي بن ثلاب بن جريميد، لكن أتابع شعار البريدي من يقدم لنا انطلاقة شعار في هذه اللحظات، وانطلاقة الثريا حمد بن بخيت بن حمد بن قريع. لكن الله بنعود للصدارة للبداية لكي أتابع الديم، الديم الديم الديم. وادعت يا اخواني والعصف الابطان، العصم غروسه في الابطان. لكن ركز ركز يا بن دلموك، وتابع اهل الطلايب. وصلوا اهل الطلايب في هذه اللحظات. يصل بو جابر يقدم لنا كراره، يصل الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري على ما يبدو لي مع المركز الثاني مع انطلاقه كرارة. يصل بن جريميد وأتابع المركز الرابع. المركز الرابع كرم أحمد بن عيسى بن حمد بن محمد الكعبي مع المركز الرابع. لكن بعود للصدارة للبداية لكي أرى بن دلموك مع انطلاقة الديم. علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك يضرب بيد من حديد في هذا الشوط. سلام بو فرج، سلام سلام، تحية واحترام لهذا البطل راعي العوايد ما يخلي عوايده. سلام بو فرج، سلام سلام، تحية واحترام لمالك الديم على هذا الأداء المميز الأكثر من رائع. علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك من قدم لنا الديم. المركز الثاني كرارة سالم بن جابر بن فاران. المركز الثالث كرم لأحمد بن عيسى بن حمد بن محمد الكعبي مع المركز. مستمعينا الأفاضل، حفلنا الكريم